هنبتدي من الفيسبوك وهنبدأ رحلتنا في الفيسبوك من صفحة الاتحاد المصري للكرة الطائرة واللي نشرت الصورة دي وكتبت نتائج اليوم الأول في تصفيات أفريقيا للأنسات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، مع العلم أن المنتخب المصري راح في مباريات يوم الاثنين، هيلعب كمان بوتسوانا وكينيا والكاميرون ونيجيريا. وزي ما احنا شايفين منتخب مصر ما كانش طبعا موفق في أول مباراة لي وخسروا من كينيا 3-1. من نفس بقى الصفحة برضو نشر الاتحاد المصري للكرة الطائرة بوست على الصفحة بتصريح للكابتن أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، واللي أعلن فيها السماح لكل منتمي لعبة الكرة الطائرة ممن يحمل كارنيه مستخرج من الاتحاد بيحمل لقب مدرب أو إداري أو لاعب بحضور مباريات مصر اللي دعم طبعا منتخب مصر الوصول لأولمبياد طوكيو 2020، وإنه على جميع الأندية اللي عندها رغبة أو المنتميها عندهم رغبة ومشجعيها إن هم يحضروا مؤازرة منتخب مصر ان هم يعملوا كشف بالاسامي، والكشف ده يكون مختوم من النادي ويبعتوه للاتحاد المصري للكره الطايره بحد اقصى اليوم اللي بيسبق المباراه عشان يسلموه للجهات الامنيه. وطبعا لازم ان كل نادي يحضر بالزي الخاص بالنادي بتاعه ويدخلوا في مجموعات، ومش هيتم السماح او لن يدخل احد اسمه غير مقيد في الكشوف. طبعا البطوله الافريقيه المؤهله لاولمبياد طوكيو هتقدروا ان انتم تشوفوها وتتابعوها هنا على قناه تايم سبورتس، واللي هتبتدي ان شاء الله من بكره هيلعب منتخب مصر ضد الجزائر الساعة 8 مساء. نروح بقى معاكم لصفحة نادي الزمالك واللي نشرت الصورة دي وكتبت الصفحة لقطات من مباراة طنطا والزمالك واللي انتهت بفوز فريقنا 3-2. هي كانت مباراة مثيرة جدا لحد الدقائق الأخيرة. لسه بقى مكملين في صفحة نادي الزمالك واللي احتفلت امبارح بعيد ميلاد النادي رقم 109. طبعا بنقول لكل مشجعي نادي الزمالك كل سنة وانتم طيبين. نشرت الصفحة الصورة دي وكتبت عبد الواحد السيد هو القائد التاريخي لنادي الزمالك الأكثر حصولا على الألقاب برصيد 17 بطولة والأكثر مشاركة في المباريات في مختلف البطولات. برضه نفس الصفحة نشرت الصورة دي وكتبت عبد الحليم علي الهدف التاريخي لنادي الزمالك برصيد 138 هدف أحرز منها 83 هدف في بطولة الدوري المصري، 16 هدف في بطولة كاس مصر و26 هدف في بطولات أفريقية للأندية، 13 هدف كمان في البطولات العربية. من صفحة نادي الزمالك نروح معاكم لصفحة نادي الأهلي اللي نشرت صورة لمروان محسن وكتبت نتمنى ليك الشفاء العاجل إن شاء الله يقوم بالسلامة. ومن نفس الصفحة نشرت برضو الصورة دي وكتبت صفحة نادي الأهلي نصر مباراة نادينا قصاد نادي مصر أو أفسي مصر هو لاعبنا محمد مجدي أفشة استمر. نروح بقى لصفحة ليستر سيتي الإنجليزي واللي نشرت فيديو للاعب خط الوسط ويلفرد نديدي، طبعا ده بمناسبة ان هو مر عليه 3 سنين مع تعاقده مع نادي، لعب اكتر طبعا من 100 مباراة بقميص الثعالب،